وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. إخوان الكرام، نتابع في توثيق النصوص عن المحدثين والفقهاء في أن خبر الواحد لا يفيد العلم. وصلنا إلى كلام الإمام الحافظ الخطيب البغدادي لما قال هنا في باب ذكر ما يقبل في خبر واحد وما لا يقبل في خبر واحد، قال: لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها، يعني الذي إذا أنكرها كفر. هذه اللي هي أصلا عبر عنها شيخ الأزهر بأصول العقائد أو بأصول أصول الدين، يعني كلمة أصول الدين يعني هذه كلمة كبيرة لكن فيها أصول، يعني تتكلم عن، يعني يعبر بأصول الدين عن علم العقيدة نفسه، لكن لما تقول أصول العقائد صار أصول العقائد مقابل الفروع. فروع العقائد هذه ممكن يقبل بها خبر الواحد لا سيما المحتف بالقرائن، لكن على أنه يعني لا يكفر جاحدها، أنه هو خبر واحد، يعني أو لأنه هو الذي يكفر جحده وما جاء بشكل ايش؟ بشكل متواتر متوافر بقطع الثبوت قطع الدلاله، والمعلومه لديه ضروره اصلا نص عليه في القران، وجاءت السنه مؤيده ومؤكده كما قلنا نحن في حلقه سابقه، انه لا يوجد شيء من اصول الدين بحيث يكفر جاحده وليس نص عليه في القران، انما جاء في السنه خبر احد، ما لا يوجد هكذا. من زعم فليأتينا بمثال على ذلك. فهنا إيش قال؟ أنه لا يقبل يعني خبر واحد في شيء من أبواب الدين المأخوذ المكلفين العلم بها والقطع عليها، بحيث أنه إذا أنكرها إيش؟ يعني إيش؟ كفر. لاحظ هون بعدين بفصل إلى خبر واحد فيها مقبول والعمل بها واجب، لاحظ، ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين أن يعمل به نحو ذلك، وذلك نحو ما ورد، بدأ يعطي أمثلة فقهية، ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والحج والزكوات والمواريث، لاحظ، والبيعات البيوع، لاحظ، والطهارة والصلاة وتحريم المحظورات، ولا يقبل خبر الواحد في منافات حكم العقل. شو بيقول لك؟ تقديم العقل، الأشاعرة يقدم العقل على النقل، أعوذ بالله، هذا خلاف طريقة المحدثين، هذا أكبر من هذا، أكبر من ذلك خطيب بغدادي، اللي هي كل علوم مصطلح الحديث تدور عليه، يعني هذا كما ذكر أستاذنا الدكتور العتر، لكن هذا أشعري، الحمد لله اللي عم تعترف أنه كبار الحفاظ أشاعر. لاحظ، لا يقبل خبر الواحد في منافات حكم العقل، ليش أنت تقول أنه يوجد يجوز أن نأخذ بخبر منافي للعقل؟ ومن تيمية أقول لك أصلا لا يوجد أنه شيء جاء في هو عمل مقاربة كما قلنا لكم، إذا تعارض هو قال لا يوجد قطعيان لا يوجد قطعيان متعارضان، لكن إذا تعارض السمعي مع عقلي نقدم القطع منهما، سواء كان عقليا أم نقليا، هذا الذي قرره ابن تيمية ونحو قرره الرازي رحمه الله الجميع. نحس، ولا يقبل خبر الواحد في منافات حكم العقل، لاحظ، هو حكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة إلى آخر ما هنالك. لاحظ بعدين هون، هي كلام بعض الأصولين من الحنابلة مثل ابن عقيل، لاحظ، ونثبت بخبر التواتر الأصول ولا نثبت به بخبر الواحد ولا نثبت بخبر الواحد إلا الأحكام. شوف، نثبت بخبر واحد الأصول ولا نثبت بخبر واحد إلا الأحكام، هذا مثل كلام شيخ الأزهر، أنه خبر الواحد لا نثبت أصول العقائد إلا بخبر المتواتر. خبر المتواتر هذا يشمل القرآن، لأنه أيضا القرآن منقول بالتواتر. طيب، ايضا لاحظ، هلا في بعض اللي بيقول لك بعض اصحابنا قال بعض اصحابنا بعض الحنابلة اذا تلقته الامه بالقبول صار كالمتواتر، وهذا يشير طبعا الى ابن قدامه طبعا، لكن ابن قدامه هذا هون، لاحظوا هنا، هذا ابن قدامه في روضه الناظر المتوفى سنه
541 ابن عقيل، ابن عقيل متوفى سنة لحظة، ابن عقيل متوفى سنة 513، متقدم يعني، يعني هذا هنا ابن عقيل متقدم على ابن قدامة. المهم هو ابن قدامة أشار في هنا يعني في كلامه هنا، أشار هنا إلى لحظ إلى أنه خبر الواحد أنه في روايتين عن أحمد في حصول العلم به، رواية أنه لا يحصل ورواية أنه يقطع العلم بها، لكن هذا إيش قال محمول على ما كثرت رواته، ما كثرت لاحظ مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول. ليش إذا تلقته الأمة إيش بيصير؟ قال ودلت قرائن على صدقه فيكون إذن من المتواتر، إذ ليس لمتواتر عدد محصور. هنا يفيد العلم لاحظ حتى على القول على الرواية الثانية، أنه لأن الإمام أحمد في أخبار رؤيا قال يقطع العلم بها، لكن هذا قال محمول على إيش؟ على ما توفرت أو ما شابه أحاديث الرؤيا التي كثرت رواتها وتلقتها الأمة بالقبول فيصير كالمتواتر. لكن هون ابن عقيل بيقول لك لا، قال لك أنه هذا المذهب يعني نعم منقول عن بعض أصحابنا أنه ما تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم، لكن إيش قال؟ إذا تلقت الأمة بالقبول صار كالمتواتر. هذا قال بعض أصحابنا بعض الحنابلة، إذا أنه قالوا إذا تلقت الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إثبات الصفات، قالوا ليس بصحيح. ليش؟ لأنه التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي أو لعدم العلم بما يجب رده أو لأنه غير مقطوع بكذبه، لاحظ، ولا هو مما ينافي ما يجب للقديم. يعني نعم أخبار الآحاد تقبل ويعمل بها وكذا، لكن هذا لا يعني أنه تفيد العلم، إنما غاية ما هنالك ممكن أنهم أحسنوا الظن بالراوي أو لم يعلموا شيء يرده أو كان لا ينافي. نعم هو ثبت مثلا مثل كلمة صفة القديم يعني جاءت في حديث أبي داود، لا ينافي، إذا نسبت للباري لا ينافي لحظ ما يجب للقديم، وكلمة أصلا قديم جاءت في حديث أبي داود وسلطان القديم لحظ لكونه محتمل للتأويل وصرفه عن ظاهره بدليل العقل النافي لما لا يليق بالقديم وبالنصوص النافية للتشبيه، فلا يقع المتلقي بالقبول ما يتحصل من تواتر الرواية. طبعا الكلام هنا طويل. هلا حاصل كلام ابن عقيل هنا أن خبر الواحد لا يفيد العلم حتى ولو تلقته الأمة بالقبول، أو بالأحرى أنه لا يصير كالمتواتر كما ذكر ابن قدامة، وإن كان ابن قدامة طبعا متأخر على ابن عقيل. طبعا هذا هنا المحشي هنا يأتي بكلام أنه ابن تيمية يقول لك لا، هذا قول الباقلاني والجويني وابن عقيل وابن الجوزي والآمدي أنه خبر الواحد لا يفيد العلم حتى ولو تلقته الأمة بالقبول، بيقول لك لا هذا مخالف لقول الجمهور، يعني قول هؤلاء الباقلاني والجويني وابن عقيل كما ترى أنه المذاهب هنا مش أنه قضية أشاعرة وقضية حنابلي، لا لا، حتى هم شوف الباقلاني والجويني وابن عقيل، يعني الباقلاني والجويني والآمدي شافعية أشاعرة، وهؤلاء ابن عقيل والجوزي حنابلة، لاحظ مع ذلك يرون أنه الخبر الواحد حتى لو تلقته الأمة بالقبول أنه لا يفيد العلم قطعي أو لا يكون كالمتواتر. هذا خلافا ليش؟ لبعض الأشاعرة الآخرين كما ترى، يعني أنه لا، كما ذكر هنا أنه ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي أنه اختاروا لا، أنه ما تلقته الأمة بالقبول مثل البخاري ومسلم لاحظ، فهذا مما احتفت القرائن على صدقه فيفيد العلم. يعني فكما ترى المسائل يعني المذاهب متقاطعة، يعني ليس أشاعرة في جهة وحنابلة في جهة وأهل حديث في جهة، لا لا، وحتى أنه كمان المسألة تحتاج إلى تحرير، يعني ما هو الذي اختلفوا فيه؟ مطلق خبر الواحد ما قال بأنه أحد يفيد بالعلم إلا طائفة، هذه حكى عنها ابن قدامة كما ذكرنا المرة الماضية، أنه مطلق الخبر، مطلق خبر الواحد يفيد العلم، هذا هنا ذكرنا ونلاحظ أنه ذكر هنا أنه هو يحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم، لاحظ لك، وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر أنه مطلق خبر الواحد، لا، نتكلم عن خبر الواحد
أنه إذا احتف به القرائن، بعض الأشاعرة يقولون أنه يفيد العلم، وبعضهم يقول لا 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 غير محتف بالقرائن. الجمهور أنه لا، منهم قدامى ومنهم ابن القيم وابن تيمية أنه لا، خبر مطلق خبر واحد لا يفيد، لا يفيد حتى ولو كان صحيحا. يعني ماذا بقي عندنا هنا؟ فقط نكمل كلام ابن عقيل هنا. لاحظ هنا كلام، نكمل كلام ابن عقيل، نرجع ما تبقى إلى المجلس القادم. لاحظ لما قالوا نثبت بخبر التواتر الأصول ولا نثبت بخبر واحد إلا الأحكام، وأنه قال بعض أصحاب إذا دقته الأمة. هذا خلاص الوقت، يعني خلاص الآن. لاحظ أنه إذا تلقته الأمة بالقبول صار كالمتواتر في إثبات الصفات، قالوا ليس بصحيح لأن التلقي بالقبول قد يقع لحسن الظن في الراوي، كل مرة لحسن الظن بالراوي، أو لأنه غير، أو لعدم العلم بما يجب رده، أو لأنه غير مقطوع بكذبه، ولا هو مما ينافي ما يجب القديم. يعني حتى لو كان هذا الحديث الآحاد إذا لقته الأمة بالقبول في الصفات، لكن ممكن لقته الأمة بالقبول لأنه لا ينافي ما يجب للقديم للبارئ عز وجل. لماذا؟ أنه حتى ولو كان أنه ظاهره فيه مثلا تشبيه أو كذا، قال لكن لا ينافي هذا أن ينسب لله، لأنه لكونه محتملا للتأويل وصرفه عن ظاهره بدليل العقل النافي لما يليق بالقديم والنصوص النافية للتشبيه. يعني حتى لو جاءنا نص مثلا مثل أحاديث أحاديث تلقتها الأمة بالقبول، حديث أحد مثلا مثل حديث النزول على القول بأنه غير متواتر، وفي قول أنه متواتر، طيب، أو أحاديث الرؤية، طيب هذا يفيد، هذا ظاهره يفيد أن الله يتحرك ومن مكان إلى مكان وينزل وأنه جسم كذا إلى آخر. لا، بيقول لك هذا ممكن تلقته الأمة بالقبول لأنه محتمل للتأويل، لأنه هنا النزول ممكن يحتمل أنه نزول حسي ونزول معنوي، نزول رحمتي، نزول ملك إلى آخر ما هنالك. لماذا صرفنا عن ظاهري؟ قال بدليل العقل النافي لما لا يليق بالقديم وبالنصوص النافية للتشبيه، ليس كمثل شيء. لاحظ بيرجع بيقول لك هون، فلا يقع من المتلقي بالقبول ما يتحصل من تواتر الرواية. حتى أنت الذي تلقيته، حتى الأمة التي تلقته بالقبول لا يحصل عندها العلم ما يحصل بالخبر المتواتر. قال فلذلك ثبت بالتواتر القرآن بإجماع الصحابة ورد بإجماع من فرد به ابن مسعود، ويشير إلى أن ابن مسعود هنا يعني أنكر المعوذتين. طبعا قال أنه هذا لم يثبت عنه، أو ثبت وتراجع عنه أو كذا، لأنه أصلا القراءة المتلقى بقراءة حفص وكذا هذه متلقى عن، تنتهي إلى ابن مسعود وعنهم ثابت المعوذتين. المهم هذا أمر آخر. قال فصفات الله لا تدنو عن رتبة القرآن، لأن صفة الله سبحانه، لأنه صفة الله، رتبة القرآن صفة الله، طيب هو كلام الله. فصار ردهم لخبر الواحد فيما طريقه الكلام بإجماعهم دلالة على أنه لا يجوز قبول الخبر الواحد إلا في الإضافة إلى الله، فأما على أن المذكور صفة لله فلا، وليس كل مضاف إلى الله صفة بدليل الروح المضافة إليه في حق آدم إلى آخر ما هنالك. يعني هنا الخلاصة أنه لا يقبل أنه حتى الخبر الواحد الذي تلقته أم القبول ليس لا يصير كالمتواتر عند ابن عقيل، وهذا كما قلنا رأي ابن الباقلاني والجويني وابن عقيل وابن الجوزي والآمدي، خلافا للبيضاوي. والجويني له في الواقع له يعني رأيان هنا، أنه يعني يفيد العلم خبر للواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، وهنا يعني أنا رأيت في كتاب تاني أنه نعم نقل عنه قولين، يعني أنه هنا كما ترون في هذه مسودة أصول الفقه للشنقيطي، أنه ذكروا الإمام الحرمين وابن الحاجي والآمدي والبيضاوي يرون أن الخبر المحتف به قرأ مثل حديث الشيخين هذا يفيد العلم واليقين أو العلم النظري. طيب نكمل في الحلقة القادمة، لأنه في عندنا نصوص أخرى، بأن سنكمل في الحلقة القادمة خبر كلام البخاري هنا، أنه إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة، أنه في الأحكام وليست في العقائد كما سيأتي. محمد الرباعي.